بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، مرة أخرى نجدد لكم هذه التحية وهذا الانطلاق في شوطنا 12. ناخذ أفضل توقيت، واللي فاز بأفضل توقيت بالشوط 9 حشر بن ظفر الهاجري 4:32 84 جزءا من الثانية. وثروة هي كانت صاحبة أفضل توقيت. والسلام إلى الميدان الملكي هناك في محافظة النعيرية. مشاهدينا الأعزاء، شوط ينطلق يحمل في طياته العديد والعديد من الأسماء والعديد من الشعارات التي تتميز دائما وأبدا. ناخذ المركز الأول ورياض في مقدمة الشوط. رياض على المركز الأول، ملكية تعود لعبد الله بن خالد بن راشد المري في مقدمة الشوط. بينما نقلتنا على المركز الثاني، وصل الباز، الباز على المركز الثاني. ومن لا يعرف سلالة الباز؟ سلالة أصيلة معروفة لدى الجميع. يا سلام، انتشرت في الميادين بإنجازاتها سلالة الباز الأصيلة. المركز الثاني، الباز تعود ملكيته للسيد حمد بن فرج بن حمد بن ناصر المري. بينما المركز الثالث ناخذ اللي وصل لمبشر، مبشر في هذه اللحظات، مبشر للسيد محمد بن مبارك البريدي الهاجري. وفي المركز الرابع وداع وصل، او وداع، يا سلام، وداع على المركز الرابع تعود ملكيه لمحمد بن جار الله بن حمد المري. وفي المركز الخامس شعار بن خموشه احمد بن مظفر بن خموشه العامري. يا سلام، هذه هي النتيجه يا مشاهدينا الاعزاء. ولكن نعود بكم الى مقدمه الشوط يا ابو سعد، الى المركز الاول، وهذا رياض، وهذا الاسم الممتاز، وهذا الاسم الجميل. يا سلام، رياض يسيطر على الموقف، اشوف الكل قادم. يا سلام رياض، يا سلام، يسمع اصوات الجهاز في هذه اللحظات، اصوات الاجهزه في هذه اللحظات، وينطلق بعرض تلقائي. تعود ملكيه رياض عبد الله بن خالد بن راشد بن ثيب الهاجري، اللي مسيطر على الموقف، اللي مسيطر الى هذه اللحظات، ولكن الضغوطات قادمه في هذه اللحظات مع شعار بن خموش العامري. هل العين، هل العين قادمين يا جماهير الاعزاء؟ وفي المركز الثالث اللي وصل في هذه اللحظات، وفي المركز الثاني، وفي المركز الرابع وصل شاهين لمحمد بن راشد بن سلامه الهاجري اللي قادم على المركز الرابع. وفي المركز الخامس شعار عبد الله بن عبد الهادي بن نايفه الهاجري وصوغان. انطلقت المنافسه، بدا التنافس الشريف في ارضيه الميدان 900 متر الاخيره. يا جماهير قناه الريان، يا جماهير هذه الشعارات الكبيره، ركز يا ابو علي في هذا الانطلاق في هذا الصباح. يا سلام، ولكن اعود بكم الى مقدمه الشوط. يا سلام، يا سلام يا جماهير الاعزاء في هذه اللحظات، المجهول الى هذه اللحظات هنا، لكن نتعرف عليه، نتعرف عليه. هايمان عبد الله بن دوده العامري في مقدمه الشوط. شاهين يا شاهين، الطير الجارح متى يحلق مع محمد بن راشد بن سلامه. اطلق العنان يا بن سلامه في هذه اللحظات مع اللحظات الاخيره. عبد الله بن دوده العامري المنطلق الى دوله الامارات العربيه المتحده. هناك سلام، سلام، سلام عليكم يا اهالي دوله الامارات العربيه المتحده، وبالاخص هناك الى مدينه العين، الى مدينه العين. عبد الله بن دوده، عبد الله بن دوده العامري مشاهدينا الاعزاء يسيطر على هذا الشوط، يفوز ويتمركز على المركز الاول. سلامي للعين، سلامي للعين، وبنقول سلامي للامارات، سلام في هذا الناموس في اليوم، في يومنا الاول في هذا المحلي. المركز الثاني شاهين بشعار محمد بن راشد بن سلامه الهاجري على المركز الثاني. وفي المركز الثالث شعار ايضا كبير، شعار السيد احمد بن مظفر بن خموشه العامري. وفي المركز الرابع اللي وصل، في المركز الرابع صوغان لعبد الله بن عبد الهادي بن نايفه الهاجري. وفي المركز الخامس وصل مهلي
لراشد بن سعيد من العرج المري تهانينا والناموس، نزفها من هنا من أرضية ميدان التحدي، من أرضية ميدان الشحانية، من هنا من دولة قطر إلى ضيوفنا الأعزاء بدولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا هو التنافس، وهذا هو الهدف من هذه الرياضة، رياضة الهجرة العربية الأصيلة، التنافس مع الأشقاء دائما. 4 دقائق و35 ثانية واثنين أو 74 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس للضيوف الأعزاء. المركز الثاني، المركز الثاني بعد هذا التنافس الشريف النزيه ما بين الاسمين وما بين شعارين كبيرين دائما يثبتون الوجود، شعار محمد بن راشد بن سلامة الهاجري وشعار العملاق العيناوي أحمد بن مظفر بن خبوشة العامري. شعار شاهين، توقيت شاهين 4 دقائق 40 ثانية و42 جزءا من الثانية. المركز الثالث شعار أحمد بن خموشة بن مظفر أو أحمد بن مظفر بن خموشة العامري، 4 دقائق 40 ثانية 46 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لكل من فاز.